مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في نشره الظهيره من قناه السعوديه. امام خادم الحرمين الشريفين الامراء والوزراء الجدد يؤدون القسم. اجنحه مهرجان الجنادريه تواصل تقديم فعاليتها للزوار. الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجيه في محافظه صعده. اهلا بكم تشرف باداء القسم امام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود في قصر اليمامه في الرياضه اليوم اصحاب السمو الملكي الامراء واصحاب المعالي الوزراء واعضاء مجلس الشورى وذلك عقب صدور الاوامر الملكيه الكريمه بتعيينهم في مناصبهم الجديده ثم تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين واستمعوا الى توجيهاته ايده الله حضر أداء القسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان والمزيد من التفاصيل في نشرتنا القادمة. راس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله الجلسه التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامه في مدينه الرياض. وفي بستان الجلسه توجه خادم الحرمين الشريفين ببالغ ال... ببال... بابلغ الثناء والشكر للمولى عز وجل على ما اسبغ به على هذه البلاد المباركه من نعم ظاهره وباطنه. من الأمن والاستقرار والنماء وما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1440-1441) من بشائر الخير استمرار دعم النمو الاقتصادي بما يحقق الاستدامه والاستقرار المالي، وذلك ضمن اهداف رؤيه المملكه 2030 والعزم على المضي قدما في طريق الاصلاح الاقتصادي، مجددا رعاه الله توجيهه للوزراء والمسؤولين بسرعه تنفيذ ما تضمنته الميزانيه من برامج ومشاريع انطلاقا من اهتمامه بمواصله العمل نحو تحقيق التنميه الشامله في جميع مناطق المملكه وفي المجالات كافه. وأكد أيده الله أن صدور عدد من الأوامر الملكية التي شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء وإعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين يأتي انطلاقا من الحرص على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دابت عليها هذه البلاد وبما يحقق تطلعات في أداء أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم معربا حفظه الله عن ترحيبه باصحاب المعالي الوزراء الجدد وتمنيته بالتوفيق والسداد لاصحاب السمو والمعالي والمسؤولين الذين شملتهم الاوامر الملكيه في مهامهم الجديده وعن الشكر والتقدير لاصحاب السمو والمعالي الوزراء والمسؤولين السابقين على ما بذلوه من جهود مباركه ومزيد من التفاصيل في نشرتنا القادمه باذن الله تعالى. في اخبارنا المحليه التقى صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقه مكه المكرمه قائد قوه امن المسجد الحرام المعين حديثا العميد يحيى العقيل وجدد امير المنطقه تاكيدا على ان المملكه العربيه السعوديه قياده وحكومه وشعبا قد حباها الله بشرف خدمه ضيوف الرحمن وقاصد بيته العتيق ما يحتم على الجميع حسن التعامل معهم وتوفير الراحه والامن لهم ونوه الأمير خالد الفيصل إلى أن تعامل رجال الأمن مع ضيوف الرحمن في مواسم الحج والعمرة أصبح مضرب مثل ودليلا على ما يتمتعون به من أخلاق إسلامية عربية سعودية وهنأ سموه العميد العجيل بمناسبة تعيينه سائلا الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه رأس صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبد العزيز امير منطقه جازان بحضور صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان الرئيس العام للهيئه العامه للفضاء رئيس مجلس جمعيه الاطفال المعوقين وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبد العزيز نائب امير منطقه جازان امس وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الإدارة واتخاذ القرارات المناسبة حيالها ومنها اختيار سمو أمير منطقة جزان رئيسا لمجلس إدارة مركز رعاية الأطفال المعوقين بجزان وسمو نائب أمير منطقة جزان عضوا بمجلس إدارة المركز إضافة لجملة من الموضوعات ذات العلاقة بعمل الجمعية من جهة ثانية رعى سمو أمير منطقة جازان بحضور سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين وسمو نائب أمير منطقة جازان أمس حفل افتتاح المرحلة الأولى لمبنى مركز رعاية الأطفال المعوقين في منطقة جازان وتجول سمو في أقسام المركز الذي بلغ تكلفته 22 مليون ريال إثر ذلك شهد سمو أمير منطقة جازان توقيع اتفاقيتي تعاون بين مركز رعاية الأطفال المعوقين بجازان وكل من جامعة جازان والمديرية العامة للشؤون الصحيه في المنطقه اكد الامير سلطان بن سلمان ان افتتاح مركز رعايه الاطفال المعوقين ياتي امتدادا لنهج جمعيه الاطفال المعوقين الذي سارت عليه منذ ما يزيد عن ثلاثه عقود وبدعم من القياده الرشيده والخيرين من اصحاب الشركات والمؤسسات والافراد والتقى صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبد العزيز امير منطقه تبوك في لقائه الاسبوعي عددا من اهالي المنطقه والقضاه ومشايخ القبائل ومدير الادارات الحكوميه المدنيه والعسكريه وتناول في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقه في مختلف المجالات الخدميه والتنمويه. كما بحث سمو امير منطقه تبوك اليوم مع مدير جوازات منطقه تبوك العميد سعيد القحطاني الاجراءات والخطط المعدة لخدمه المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البريه والجويه والبحريه لمنطقه تبوك وذلك خلال اجازه منتصف الفصل الدراسي. اكد سمو امير منطقه تبوك على ضروره تقديم التسهيلات لخدمه المسافرين والقادمين عبر المنافذ وانهاء اجراءاتهم بكل يسر وسهوله. استقبل صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز امير منطقه القصيم رئيس مجلس التنميه السياحيه اليوم مدير فرع الهيئه العامه للسياحه والتراث الوطني ابراهيم المشيكح وسلم سموه التقرير الختامي لمشاركه المنطقه في ملتقى السفر والاستثمار السياحي وخطه مشاركه المنطقه في في ملتقيات السفر والسياحه القادمه وأثن واثنى الامير فيصل بن مشعل على مشاركه المنطقه لابرازها سياحيا مؤكدا على اهميه المشاركه في الملتقى وفق رؤيه واهداف مجلس التنميه السياحيه كما ناقش فكره واليه المشاركه بهذا الملتقى في دورته القادمه افتتح صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز امير منطقه الباحه اليوم فعاليات مهرجان ربيع الباحه التي تستمر فعاليته لثلاثه اشهر وذلك بمحافظه المخوة وتجول السمو في ارجاء المهرجان المتضمن مشاركه العديد من الدوائر الحكوميه واركانا تبرز الجانب التراثي واخرى للتسوق وخلال الحفل القيت عدد من الكلمات اوضح فيها انه تم اعداد خطه استراتيجيه جديده تتمثل في اقامه الفعاليات وان المهرجان يتضمن العديد من الفعاليات الثقافيه والترفيهيه الى جانب البرامج الاخرى المصاحبه له بعد ذلك توالت فقرات الحفل حيث القيت قصيده شعريه وفيلما وثائقيا بعنوان الباحه عطاء وتنميه كما تم الاعلان عن مبادره لشهداء الواجب في المنطقه من جهه ثانيه اطلع عامر منطقه البحر على سير العمل في محافظه القرى والخدمات المقدمه للاهالي وتلمس احتياجاتهم ومطالبهم جاء ذلك خلال زياره سموه للمحافظه التي تاتي استكمالا لزيارته لمحافظات المنطقه للوقوف عن كتب على الخدمات المقدمه للمواطنين وكدمير امير المنطقه اهتمامه وحرصه بتنفيذ مشروعي طريق القراء العقيق وطريق بلجرش العقيق التي يجري العمل عليهما حاليا واشار الى انه سيتم بحث توسعه مستشفى القرى العام ودعمه بالكوادر الطبيه المتخصصه اثر ذلك التقاسم عددا من المواطنين والمواطنات واستمع الى مطالبهم واحتياجاتهم موجها بضروره بحثها وانهائها دون تاخير. تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز الفعاليات المصاحبه لرالي حائل وتجول سموه في مقر الفعاليات المصاحبه للرالي في منتزه المغواه الترفيهي معربا عن شكره لجميع المشاركين بنجاح رالي حائل الدولي وفعالياته المصاحبه اليوم حينما نجد مثل هذه الفعاليات الحمد لله يكون لها من الوقع والحراك والتفاعل المجتمعي يكون يكون يعني الموقع حقيقه زاهر مضيء تفاعل رائع عالي حس جيد كل هذه الامور حقيقه تدفع الجميع انه ان شاء الله تكون الخطوات اكبر واشمل في المستقبل باذن الله من ناحية أخرى تسلم سمو من أمير منطقة حائل تقريرا عن سباقات الفروسية والداعمين لجوائزه كما تسلم عرضا أوليا عن مكونات مقر الميدان الجديد والأهداف المستقبلية من نقله إلى مقر شامل لإقامة السباقات والفعاليات الترفيهية والسياحية الجاذبة جاء ذلك خلال لقاء سمو مدير عام ميدان الفروسية في المنطقة بندر التبيلاوي ونوه الأمير عبد العز بن سعد بدعم القيادة الرشيدة لرياضة الفروسية وميادينها مثنيا على جهود القائمين والداعمين ورعاه سباقات ميدان الفروسيه في المنطقه تفقد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب امير منطقه جازان مركز الامير سلطان الحضاري في مدينه جازان الذي بلغت قيمته الاجماليه اكثر من 142 مليون ريال وذلك في اطار جولات سموه التفقديه لمختلف الجهات والادارات الحكوميه في المنطقه واستمع السمو لشرح عن المركز من القائمين عليه لافتا انه يقع في مكان مميز بالمنطقه المركزيه ويعد تحفه معماريه حضاريه تعكس تطور منطقه جازان. من جهه اخرى التقى نائب امير منطقه جزان المرشحين واولياء امور المرشحات من جمعيه تحفيظ القران الكريم في محافظه صامطه لتمثيل المنطقه في مسابقه الملك سلمان بن عبد العزيز للقران الكريم التي ستقام خلال الفتره القادمه في مدينه الرياض ونوه الامير محمد بن عبد العزيز بما حققه المرشحون والمرشحات من نتائج مكنتهم للترشيح للمشاركه في المسابقه على مستوى المملكه مقدما لهم التهنئه بهذه المناسبة نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل العالم يستقبل 2019 بعروض مبهرة للألعاب النارية ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافه تشارك شركه ارامكو في مهرجان الجنادريه الثالث والثلاثين بمعرض ضمن جناح وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه وتستعرض الشركه من خلال معرضها المبادرات المختلفه لتعزيز المعرفه والاسهام في تحقيق رؤيه المملكه 2030 كما يقدم المعرض فرصه للزوار للتعرف على التاريخ والخبرات الطويله في مجال استكشاف الطاقه والصناعه والدور الفاعل للشركه في مجال صناعه النفط والغاز. اطلقت الهيئه العامه للموانئ اليوم مركز خدمه المستفيدين وذلك للمساهمه في رفع مستوى الاداء والكفاءه والانتاجيه ويهدف المركز الى تحسين وتطوير ومتابعه مستوى الخدمات المقدمه والتسهيل على المستفيدين في جميع الاعمال والخدمات التخصصيه بالموانئ السعوديه والشركات العامله بها وذلك وفقا لاحلى المواصفات الفنيه والتقنيه حيث سيتولى المركز مهام الرد على جميع الاستفسارات والمقترحات الخاصه بالمتعاملين، اضافه الى حل بلاغات المتعاملين مع الهيئه ومتابعه تنفيذها بالتنسيق مع قطاعات الهيئه المختلفه، وتاتي هذه الخطوه في اطار تفعيل العلاقه التشاركيه وتعزيز الدور الرقابي الداخلي والخارجي للهيئه لحوكمه القطاع. تستقبل بل استقبل العالم اول ليله امس من عام 2019 باحتفالات مبهجه. تضمنت تشكيلات من الالعاب الناريه والحفلات الفنيه والعروض الترفيهيه المتنوعه. واحتشد ملايين الاشخاص في ميادين عدد من العواصم. فيما تزينت السماء بعشرات الاف من الالعاب الناريه التي خطفت انظار الحاضرين. وكانت جزيره ساموا التي تقع في المحيط الهادي اول من اطلق نقل الألعاب النارية ابتهاجا ببدء عام 2019 حيث احتفل السكان والسائحون الأجانب ليصبحوا أول من يستقبل العام الجديد على كوكب الأرض ولحقت نيوزيلندا واستراليا بجزيرة ساموا في استقبال عام 2019 حيث تجمع ما يقرب من المليون ونصف المليون شخص في ميناء سيدني للاحتفال بالعرض المذهل للألعاب النارية مع بداية العام الجديد العاصمة تايبي التايوانية أقامت عرضا للألعاب النارية على برج تايبيه الذي يعد من أطول الأبراج حول العالم وعلى دقات أجراس ساعة بين بن ورحبت لندن بالعام الميلادي الجديد بعرضها المبهر للألعاب النارية أصطف مئات الألاف على ضفاف نهر التايمز لمشاهدة ثمانية أطنان من الألعاب النارية في سماء المدينة هذا فيما احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول العام الجديد 2019 بعروض نارية مبهرة في إمارة أبو ظبي ودبي ورأس الخيمة ولمعت سماء دبي بالألعاب النارية حيث احتشد عدد كبير من الجماهير لمشاهدة اللحظات الأولى لانطلاق الألعاب النارية التي أضاءت برج خليفة مع رقصات نفورة على الأنغام الموسيقية الكلاسيكية والعربية والعربية العالميه المحاصره وزع مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه اكثر من 70 طنا من السلال الغذائيه للنازحين والمتضررين في عدد من المناطق بمديريه المسيمير استفاد منها قرابه الستة ألاف فرد كما وزع المركز ايضا 45 طنا من السلال الغذائيه للنازحين والمتضررين بمديريه حرض استفاد منها 3600 اسره وتاتي هذه المساعدات في اطار المشروعات المتعدده التي يقدمها المركز للشعب اليمني في كاف المناطق سيطر الجيش اليمني على مواقع استراتيجيه في محافظه الصعده وذلك في هجوم شنه ضد ميليشيات الحوثي من جهه اخرى اعلن برنامج الغذاء العالمي بان عناصر التمرد الحوثية تقوم بنهب وسرقه المساعدات التي يقدمها البرنامج لليمنيين ما يعرقل عمليه وصول هذه المساعدات نتابع انتصار جديد احرزته قوات الجيش اليمني في صعده حيث شهدت المحافظه هجوما واسعا نفذته قوات الجيش تمكنت من خلاله السيطره على مواقع جديده تعتبر مركزا للميليشيات الحوثيه في مديريه باقم شمال المحافظه واسفر الهجوم عن سقوط العشرات من عناصر التمرد الحوثيه. المصادر الميدانيه اكدت ان وحدات الجيش تواصل عملياتها لتضييق الخناق على ما تبقى من اجزاء بسيطه تفصلها عن تحرير مركز مديريه باقم وفي جبهه حجه اندلعت الصراعات والانقسامات بين اجنحه الميليشيات الحوثيه، حيث اصيب قيادي بارز وقتل شقيقه جراء تعرضهما لاطلاق نار في وسط المحافظه، وشهدت المنطقه خلال الفتره الماضيه تصفيات داخليه زادت حدتها خلافات حول الموارد الماليه وعمليات تحشيد المقاتلين. من جهه اخرى قال برنامج الغذاء العالمي التابع للامم المتحده ان ميليشيات الحوثي قامت بسرقه ونهب المساعدات التي يقدمها البرنامج للشعب اليمني واغلقوا ايضا الطرق الرئيسيه في محافظه تعز وميناء الحديده ما يعرقل عمليه ايصال المساعدات رحبت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان بإعلان السلطات الأفغانية عن الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في يوليو 2019 وأكدت ممثل الأمم المتحدة الخاص لأفغانستان تاداميتشي ماموموتو أن الانتخابات الرئاسية حاسمة للدفع عملية السياسية مشيرة إلى ضرورة إدارتها بشكل جيد كما حثت بعثة الأمم المتحدة اللجنة المستقلة للانتخابات في أفغانستان على نشر الجدول الزمني التفصيلي للانتخابات لاتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة مؤكدة أنها ستواصل التنسيق لدعم المؤسسات الانتخابية لإجراء انتخابات شفافة ومقبولة في اندونيسيا لقي تسعة أشخاص مصرعهم وفقد العشرات من السكان اثر انهيارات أرضية شهدتها جزيرة جاوة وفد المتحدث باسم وكالة التعامل مع الكوارث بأن الانهيارات الأرضية التي وقعت غرب قرية جاوة أدت إلى مصرع شخصين وفقدان أكثر من أربعين آخرين إضافة إلى إصابة شخصين وطمس الثلاثين منزلا كما أوضح أن الطرق الصخرية الوعرة والطقس الممطر يصعبان من عمليات الإجلاء والبحث في بريطانيا قال جهاز مكافحة الإرهاب إنه لا معلومات مخابراتية تشير إلى أن عملية الطعن التي وقعت في مدينة مانشستر بدوافع إرهابية، مضيفة إلى أن التحقيق مع المشتبه به جار للتأكد مع كافة جوانب الحادثة. نتابع. تحقق وحدة مكافحة الإرهاب البريطانية في واقعة طعن شهدتها محطة قطارات فيكتوريا في مانشستر وأثرت عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح بينهم ضابط شرطة عشية العام الجديد. وقالت الشرطة في بيان إنه لا توجد أي معلومات مخابراتية تشير إلى تهديد أوسع نطاقا ولا يمكن الجزم بأي شيء في الوقت الراهن. وأضافت أنه جرى احتجاز الرجل للاستجواب بشأن الاشتباه في الشروع في القتل. وتخضع بريطانيا في الوقت الحالي لثاني أعلى مستوى للتهديد، هو حاد، مما يعني أن احتمال وقوع هجوم مرجح بنسبة مرتفعة، ويقول مسؤولون أمنيون إنهم يواجهون مستويات غير مسبوقة من العمل في التصدي لأعضاء تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد بالإضافة إلى المتطرفين اليمنيين بعد أن شهد العام الماضي أربع هجمات كبيرة وشهدت مانشستر نفسها هجوما انتحاريا في مايو أيار 2017 أسفر عن مقتل 22 شخصا لدى مغادرتهم لحفل المغنية الأمريكية أريانا غراندي. تولت رومانيا الرئاسه الدوريه للاتحاد الاوروبي لمده سته اشهر ستقوم خلالها بمهمه تنظيم اجتماعات رفيعه المستوى في الاتحاد من اجل التوصل الى اجماع حول عدد من القضايا وتدفع بجدول اعمال التكتل قدما فيما ستكون القضايا الرئيسه في جدول اعمالها هو خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وانتخابات البرلمان الاوروبي التي ستجري عبر الدول السبع والعشرين المتبقيه لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم في روسيا جراء انهيار عقار سكني بسبب تسرب للغاز مسؤول وقال مسؤول في فرق الإنقاذ أفاد بأن قرابة ثمانين شخصا لا زالوا مفقودين تحت الأنقاض بينما تم إنقاذ أربعة أشخاص من المبنى وشهدت روسيا عددا من الحوادث المشابهة خلال السنوات القليلة الماضية أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ في خطابه السنوي أن بلاده قد تغير نهجها إذا أبقت الولايات المتحدة على عقوباتها وشدد كيم اون على عدم إجراء تدريبات عسكريه مشتركه بين واشنطن وكوريا الجنوبيه للحد من التوتر في, منطقة في المنطقه مؤكدا استعداده للقاء الرئيس الامريكي دونالد ترامب في اي وقت تصريحات كيم اون تاتي عقب 12 شهرا من التقارب الدبلوماسي بين البلدين نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل تعزيرا بالجاني نزار أحمد أحمد باكستاني الجنسية لقيامه بتهريب كمية من الهروين المخدر حيث تم تنفيذ حكم القتل في منطقة مكة المكرمة في محافظة جدة كما نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل تعزيرا بمهربي المخدرات عطيوي فراج عطية سليمان وصبح عودة جميع اليوم في منطقة تبوك لقيامهما بتهريب كمية كبيرة من حبوب الانفيتامين المحضورة والحشيش والأفيون المخدرة ختام النشرة مشاهدين الكرام هذا تذكير بأهم ما جاء فيها أمام خادم الحرمين الشريفين الأمراء والوزراء الجدد يؤدون القسم اجنحه مهرجان الجنادريه تواصل تقديم فعالياتها للزوار الجيش اليمني يسيطر علي مواقع استراتيجيه في محافظه صعده نهايه النشره في امان الله